وسهلا فيكم. أشارت أرقام دائرة قاضي القضاء أنه أرقام الطلاق قبل الدخول في تزايد مستمر في أسباب عديدة. اليوم رح نتطرق لأحد الأسباب أو أهمها مع الدكتور يزن عبدو الأخصائي الأسري والتربوي. صباح الخير صباح دكتور خير. يزن أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا. خلينا بالبداية نستعرض سؤالنا اللي طرحناه في بداية حلقتنا اليوم عشان الناس يتواصلوا معنا ونسمع يعني الإجابة من التجربة والعلم مع حضرتك دكتور يزن. خلينا نذكر بسؤالنا التفاعلي طرحناه في بداية الحلقة، بيقول هل اختيارك لشريك الحياة هو حسب أحد المعايير الثلاثة، الحالة المادية، الحب أم القناعة الشخصية؟ تواصلوا معنا عبر تطبيق رؤية، في نهاية الفقرة رح ناخذ نسب الإجابة وأيضا تواصلوا بتعليقاتكم. أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا يزن. أهلا وسهلا. بداية دكتور، هل السؤال التفاعلي، الخيارات الموجودة في السؤال التفاعلي، الوضع المادي والحب والإقناع الشخصي، هي المعايير الرئيسية في اختيار هي من المعايير الرئيسية من المعايير، بس في معايير ثانية مجتمعية بجوز كانت تظهر قديما وما زال بعضها موجود، لكن هي من أهم المعايير الموجودة. وحنعلق على الموضوع ترى بعد شوية لأنه أنا حابب ومنتظر بشغف إجابات الشباب والصبايا صراحة. طيب. والأهل. نعم. أوكي دكتور يزن، حضرتك كتير بيمرق عليكم بالمركز استشارات أسرية من المقبلين على الزواج بيكون مثلا اختياراتهم خاطئة فبتوجهوهم، وفي كتير منهم بعد الزواج بتبلش المشاكل لأنه بتكون مبنية على معايير خاطئة، فأعطينا فكرة من التجارب اللي بتمرق. شوفي والله رندا والحكي للجميع زي ما يقولوها ولا تهون. الموضوع كثير مؤلم، يعني قد ما أوضح ما حيكون معي إلا اللي مجرب الموضوع، شبابنا وصبايانا، وزي ما حكت رندا في بداية اللقاء في نسبة عالية، يعني في نسبة خطيرة مجتمعيا، ودارة قاضي القضاء مشكورة أظهرت النسبة يعني قبل سنتين أو قبل سنة، لكن صراحة على الأقل من اطلاعي البسيط المتواضع ما في حل للآن، ما في وزارة تنمية اجتماعية اشتغلت، ما في دائرة قاضي قضاء اشتغلت شغل حقيقي يؤدي للخروج بأبنائنا وبناتنا من هاي المشاكل. وإحنا نعرف في مجتمعاتنا للأسف إنه كلمة مطلق أو مطلقة قبل الدخول لها ما لها من يعني وزن سلبي خطير على المجتمع. أنا مش مع النظرة هاي لكنها موجودة. والله يا رندا وهيثم إنه مرات بجلس مع شباب وصبايا أو أهاليهم بيجون على المركز الاستشارة، بكونوا خاطبين لهم شهر شهرين أسبوع أسبوعين، والبنت ما بدها إياه أو الشاب ما بده البنت، والأب بحيرة، كاتب كتاب بنتي، كاتب كتابي أنا. يعني أنا ببكي قبلهم، بتألم عليهم قبلهم، ومدرك تماما شو البنت كيف حالها والشاب كيف حاله، كله بقواعد بسيطة مغفول عنها بالبيوت وبالجامعات، قواعد بسيطة كيف أنا أختار شريك حياتي، حنحكي عن جزء منها اليوم. لكن الموضوع يجب أن نقف له وقفة، إذا يعني وزارتنا ما وقفت لازم المجتمع حقيقة يقف وقفة صحيحة. وأنا بشكر بعض المبادرات التطوعية بالجامعات عندهم شغل لطيف على هذا الموضوع، أنه عم بيوعوا الشباب لاختيار الشريك وشريكة الحياة. فالموضوع بده وقفة جدية رندا. نعم. وهيثم. نعم. طب خلينا تفضلي. نبدأ بالمعايير. هو السؤال الأكثر انتشارا بين شباب والصبايا، هلا أنا إجاني خاطب أو أنا بدي أدور على مخطوبة أو بدي أدور على خطيب، إيش أهم المعايير اللي أنا لازم أركز عليها؟ هل هو صراحة إذا حبيته وحبني وأعجب فيه وأعجبت فيه هل هذا هو معيار؟ الجواب بديش أغشش الجواب. لا مش هو المعيار، لأنه موضوع الحب، يعني أنا لي رأيي خاص بموضوع الحب، كثير من المتزوجين جربوه، الوهلة الأولى الشعور الأول اتجاه الجنس الآخر هو أنا ما بسميه شعور حب، أنا بسميه شعور إعجاب، شعور ميل، قد يكون جسدي وقد يكون انفعالي واجتماعي وغيره، لكن مش حب. الحب يستحيل إنه يتكون أو ينولد إلا بالعشرة وإلا بالحياة المشتركة بين الزوجين أو بين الصديقين أو بين الصديقتين. صح. لازم يكون في حياة حقيقية، وحياة الخطبة مش حياة حقيقية، بدك تصحى الصبح تشوفها كيف وجهها، بعد تصحى بدك تشوفها كيف باكل، كيف لما يزعل، كيف لما يعصب، كيف بيروح من الشغل، بالضبط. كيف فأنا بحكي الحب الحقيقي في أغنية الحب الحقيقي الحب الحقيقي هو اللي بتطور مع مرور الزمن، مش اللي بتلاشى مع مرور الزمن، اللي بتلاشى هو الإعجاب. فإذا أنت عم بتحس بأنه أنا عم بتراجع شعوري تجاهها أو شعوري تجاهه، فأنت معجب فيها وهي معجبة فيك، لكن الحب الحقيقي المبني على حياة وعشرة هذا الأساس. فالمعيار الأول نرجع لهم هو معيار الفهم،
وانا دائما بحكيها صح، بلا شك اسلامنا حكى انه المراه تتزوجها لاربع اشياء، الدين والنسب والحسب والجمال والى اخره، لكن اعتقادي في هذا الزمان اول معيار، اول معيار هو الفهم، مش معارضه للحديث، بالعكس سواء كنت مسيحي ولا كنت مسلم، بلا شك تربيه الدينيه تبعت زوجتي وتبعت زوجي مهمه وتربيه الاولادي، لكن اذا كان الدين شكل هذا خطير، لازم الدوري وتدور على فتاة وعلى شاب عنده فهم وتفهم. الفهم احنا بنقسمه لاربع اجزاء، وانا احكي شوي بتفصيل لانه موضوع مهم للشباب والصبايا. فاهم العلاقه الجسديه صح، لانه في صبايا بيشفلوا من العلاقه الجسديه بعد ما يكتب كتابها، تكتب بيكون زي الهجين اللي بواقع سلتين، بيجي بيقعد معها 3-4 ساعات علاقه جسديه، مش قادر يفهم غير هيك. فهذا ما عنده فهم من ناحيه جسديه، يعني ايش بيجينا مشاكل رندا، يعني خطير الوضع، مش مستوعب انه قاعد مع بنت بصراحه. الفهم الثاني فهم انفعالي، فهم عاطفي، بيقدر يكون متوازن وبتقدر تكون متوازنه، لا هي ثقلانه ما بدي احكي معك وفش بحبكاش وبتثقل، ولا هو منجرف انجراف شنيع مشان الله وخمس ساعات التليفون وبحبك وورده، بده يكون متزن، في عنده فهم عاطفي، في عنده رابعا فهم اجتماعي، علاقتك فيها، علاقتك باهلها، علاقتها باهلك، بقرايبك، كم مره ازورك، كم مره ما ازورك، نطلع ما نطلع، اهتمامي بالعادات والتقاليد، هذا فهم رابع، فهم اجتماعي. والفهم الثالث، عفوا الفهم الرابع، فهم فكري. أيوة. يعني ما بصير الخاطب والخاطب تكون حياتهم فارغه، جمال ومتعه وحب وعلاقه اكيد، بس كمان بدنا نخطط للمستقبل، تعالي نفكر اولادنا شو اسمائهم، وين بدنا نسافر، شو بدنا نقرا، ما بدنا نحكي، بدنا نستشير لما يصير هذا كله، لازم ينطبخ صح، يندرس صح، يتعامل صح بركن اسمه الفهم، هذا الركن الاول لازم اوزنه. الركن الثاني في موضوع الخطبه واختيار الزوج هو ركن كثير مهم، اللي هو التجاهل. وفي قول عربي 3/4 العقل التجاهل. مستحيل انا اقدر اعيش مع وحده واقفيت لي على الدقه ونص، او اعيش مع واحد واقف لي على كل تفصيل بحياتي، حتى لو كان أثر أثرياء، حتى لو بحبه من ساسه لراسه، 100%. أما تفصيل الرجل ما بيقدر يتجاهل كل شيء، ليش وليش أو هي، ما في حياة إلا بتجاهل. فقد ما تجاهل وقد ما تجاهلت في سعادة، فهدول المعيارين. عم نحكي تجاهل الإشي اللي ممكن يسبب مشكلة، وليش تجاهل الأشياء المنيحة الإيجابية. بالضبط، أنا أقصد بالضبط تفهم بالزبط. وتجاهل تجاهل ما قد يسبب مشاكل. نعم. صحيح. نعم. طب دكتور، في مجتمعنا نحن الزواج يا أما تقليدي يا أما مش تقليدي، يعني التقليدي كلنا بنعرفه، مش تقليدي بتعرفوا على بعض الشاب والصبية في الجامعة، في الشغل، في أي وسط اجتماعي. في ناحية الزواج أو من ناحية الزواج التقليدي، بتوقع كثير أصعب إنه الشخص أو الخاطب يفهم كل هاي الأربع أشياء في وقت قصير، أو إذا هو ما عنده أكسس أو ما عنده يعني مجال يحكي مع الصبية أو حتى هي تحكي معه. خليني أوضح شغلة كنت أحكي فيها قبل الهوى، نحكي فيها قبل الهوى، أنه أنا شخصيا مع كل أنواع وأدوات اختيار الخاطبين لبعض، سواء كان فيسبوك، سواء كان تقليدي ما يسمى، سواء كان جامعة، بشرط وحيد وأساسي، أنه يرضى عاداتنا وتقاليدنا، وأكيد دياناتنا ترضى عنه. إذا هذا معروف، والله شاب شاف فتاة في الجامعة بكل احترام وود حكى معها ودخل من الباب مش من الشباك، كانوا في يعني شفت كذا واحد كانوا في نشاط على الفيسبوك، فما لفوا دار وأخذ الخاص تبعها، لا حكى لها وراح لأبوها وزارها، راحت أمه وراح لما زارها. أي أداة فيها عادات وتقاليد ولا شك قواعدنا الدينية إحنا معها بأي طريقة كانت، لكن مش مع الدخول من الشباك. الموضوع الخطير اللي طرحته هيثم، اللي هو موضوع إذا كان زواج تقليدي ما في مجال إني أتعرف عليها، هذا خطير، وهي دعوة لكل أب وأم وبالذات الآباء، لا تظلموا بناتكم بأنها تسمى مطلقة، لأنه أنا بدي أحكيها بالرقم، 3/4 البنات الأردنيات اللي بتزوجوا بنختموا، هذا تقرير رسمي، بنختم بطلاق قبل الدخول، 3/4. فإياك دخل تكتب كتاب بنتك على شاب ما لم يتعرفا على بعض، وسؤال قديش يقعدوا يتعرفوا، أنا بحكي مش أقل من 8-10 جلسات إذا مش أكتر. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه بيجي هو أمه تقليدي، عجبته البنت وزنها مبدئيا، بيجي الأب بيقول له قبل كتب الكتاب، وهو بيقول قبل كتب الكتاب يا عمي بدي أجي أزوركم، 10 زيارات 12 زيارة، كل زيارة ساعتين، يوم بعد يوم، يوم بالأسبوع، ندرس بعض ونقعد محترمين مع بعض في غرفة الضيوف لحالنا، بفتح الباب
يعني عشان ما يصير خلوة أو مشاكل، واسألوا بعض الفهم، قيس فيها الفهم، قيسي فيه الفهم وقيس فيها وقيسي فيه موضوع التجاهل. هدول الموضوعين لازم يوزنوا بشكل صحيح. فعلا 12 زيارة دكتور بكفي، الواحد بيقعد بصير عمره 50 سنة وهو لسه مش فاهم حاله، لسه مش متعرف على حاله، الواحد بده يتعرف على صبية جديدة 12 جلسة دكتور. والله شوف، إذا كانت الرؤية واضحة، إذا الرؤية واضحة، أنا إيش بدي من خطيبتي، إيش أسألها، بدي إيش بدي، حكينا عنهم الزوايا الأربعة هيثم، بده يقيس البعد الجسدي، عفوا يعني بهمش، بس إحنا بنشوف حالات طلاق ما قبل الدخول، يعني أنا بحكي حالات مرت علي مش حالة أو حالتين، سببها العفوا الاهتمام الجسدي، يعني العفو بيجي مثلا من الشغل لا بعرف يحط ديدرون ولا بعرف يحط عطر وريحته طالعة ومش متحمم، نفس الشيء هي البنت مثلا، يعني بدي أوزن أنا كثير أشياء، كثير تفاصيل ما أتغاضى عنها، لأنه ضغطت عن أشياء صغيرة رح تصير كرة ثلج وتكبر. شوف أنا بصراحة معك هيثم، يعني وعي شبابنا وبناتنا مش ناضج لسه، وهذا لسه رندا انت موجوده يعني بالشباب والصبايا عارفه، يعني بتلبك انه هو قاعد مع وحده فبخلص كل فكره بيروح باتجاه معين متجاهلا شو لازم يحكي، فهذا يمكن لازم يكونوا مدردحين مع انهم لما يكونوا بجامعات انه في اختلاط في زميلات مثلا. انا شخصيا بحبت انهم يشتغلوا مع بعض جروب ورك، مشروع شباب صبايا اتعلم، يعني في شيء اسمه احترام، في شيء اسمه زماله، بكره لما تشتغل ما في بنك مخصص للسيدات، بنك مخصص للرجال، بدك تتعامل معهم وتكون طبيعي، فهاي يمكن احد يمكن المشاكل اللي تؤدي الى الطلاق. شوف انا يعني معك لدرجه كبيره الموضوع، احنا موضوع تفاعل وتعامل الذكر مع الانثى بضوابط العادات والتقاليد والديانات السماويه، يعني هذا اساسي اساسي. احنا في عندنا حالات فشل بسبب موضوع يعني حكته رندا ربما، بس أنا هون بدي أحط لوم مع حبي واحترامي وتقديري لوزارتين يعني ليل نهار يعملوا، لكن في غفلة عند وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي عن التخطيط الاستراتيجي في تنمية الإنسان الحقيقي. إحنا عندنا مشاكل هيثم، أنت عم تحكي صح، ما عنده قدرة، شو بتحكي 10 جلسات، ما هو بقعد طول حياته لسه مش مكتشف حاله، لما يموت إيه أنا فلان صح والله. فدور المدارس، أنا 12 سنة حاط ابني عندك مدارس وزارة التربية والتعليم وكل مدارس سبعة وزارة التربية والتعليم خاصة وحكومية ووكالة وكله، مش منمي عنده مهارة معرفة الذات؟ وإحنا هاي من المهارات الأساسية، إحنا بنحكي دائما معرفة الذات هي قبل أن يتعرف على الله، في أربع علاقات، علاقتي بذاتي وبالخالق وبمن حولي بما حولي، قبل ما أعرف ربي لازم أعرف حالي عشان أكون متزن. التعليم العالي بحطوا لنا مواد بالجامعات ضرورية ومش ضرورية، طب حطوا لكم مواد حقيقية ننمي فيها عند قدرة عند الإنسان. دكتور متعارف عليه نحن بمجتمعيا نحكي إنه فترة الخطبة هي فترة الكذب. يعني معروف إنه نكذب على بعض فترة الخطبة، الصبية بتكون أحلى ما عندها، بتلاقي باروكة ورموش وميك اب وشعر وكل هاي الشغلات، بعدين تجوزها بكتشف إنه هو متجوز صباحية متجوز أخوها بعدين ما تفك كل شيء، وهو الشاب بغسل سيارته كل يوم وبضبط حاله وبجيب هدية معه كل يوم والفواكه وكنافة وكل هاي الشغلات، بكون عمل دي أكتيفيت أو مسكر الفيسبوك تبعه خلال فترة الخطبة لبين ما يتجوزوا، أو البنت ونفس الإشي لأنه ما يصير في نبش وكل هاي الشغلات على هذه المواضيع. فترة التمثيل خلال الخطبة شو رأيك فيها، وهل فعلا لازم الشخص يكون حاله ويحكي كل إشي عنده بكل بساطة وكل وضوح، مشان الأشخاص فعلا إذا زواج تقليدي 12 مرة تكفي إنهم يتعرفوا بعض عن جد؟ شوف أنا بعرف إنه في فئة من المجتمع هيثم حكوم موضوعي بجوز لا تستجيب للكلام اللي بنحكيه، لكن في فئة بتستجيب، في فئة عن جد متعطشة. أنا بهمش الجمعة الماضية كان لي لايف على الفيس ل شباب وبنات جامعات مقبلين على الزواج، فتفاجأت من الأعداد اللي تبعت الموضوع حقيقة وانتشار الفيديو، لأن في ناس حابين احكوا لنا، لا أب بحكي ولا أم تحكي ولا وزارة التربية بتحكي وزارة التعليم بتحكي، بدهم شبابنا واعيين، شبابنا أوعى منا، في فئة منهم لا يعني بجوز، بس في فئة كويسة ممتازة احنا بنثق فيهم واللي عم بحققوه شبابنا إشي مميز. الموضوع مش تنظير، الموضوع يجب أن نعي بأنه ندرك بأنه الحياة الزوجية هي حياة مشتركة، مش ضعف انا اقول احكي لخطيبتي او انه انا في عندي هاي المشكله، بالعكس احنا نمسك ورقه وقلم واحط نقاط قوتي نقاط ضعفي، نقاط قوتي كخاطب او نقاط ضعفي، ونحاول نطور بعض ونحط عن جد خطه، هاي متعه الخطبه. انا عندي مشكله بالقراءه مثلا، عندي مشكله بالرياضه طيب انت امتى اخر مره لعبت رياضه؟ والله لما كنت بالصف الخامس باء. شو رايك نبدا نرجع
أنا وياك نلعب رياضة مرة بالأسبوع مرة بالأسبوعين ونحاول نزيدها، عندي مشكلة بصلاتي تعال نزيد، عندي مشكلة بعملي بتأخر علي. هذا لازم، هذا متعة الحياة. أنا عم بحس بإني أنا عم بطور ذاتي أنا وزوجتي، أنا وزوجتي وأنا وزوجي أو خطيبي، هاي هي الحياة الزوجية. إحنا ثلاثة متزوجين وعارفين إنه الزوج إذا ما طور الزوج هو والعكس. وأنا بحكي وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة عظيمة رجل. الأمرين الأمرين طبعا. هو بيدعمها وهي بتدعمه، مش موضوع حب وجنس وزي ما حكت رندا قاعد أول قاعدة ذهنه بالجنس وضايع سايحة أموره الثانية. أوكي ماشي زي ما بدك. حبيتنا شبابنا يستوعبوا إنه الزواج هو شراكة، هو حياة، هو نجاح، هي حياة مشتركة لسنوات جاي. فلازم يكونوا متفقين على الأساسيات لأنه المشاكل جاي. خلينا نشوف شو كانت نسب الإجابة. كانت نسب الإجابة على سؤالنا التفاعلي كالتالي: 6% قالوا الوضع المادي، 0% الوضع المادي الحمد لله، 20% الحب، و 80% قالوا الاقتناع الشخصي. شو رأيك؟ جميل. أنا أتمنى أنها تكون نسبة صحيحة، الاقتناع الشخصي. يعني على الأقل مؤشرات الأداء لما أنا أجاوب زي هيك ويطلع 80% قناعة شخصية، هذا إشي مهم. وأنا كنت متمني يطلع طبعا القناعة الشخصية اللي بتحكي انه انا مقتنع فيه، انا دارسيته، انا دارسها، مقتنع بشخصها بشخصه. موضوع التفهم وموضوع التجاهل من اهم السلوكيات الشخصيه اللي ممكن تنجح الحياه الزوجيه، وان كان الواقع شويه وجزء كثير. يعني الوضع لا شوي الوضع المالي بيلعب دوره، مش بس عند البنت الان، حتى عند الشاب. يعني الشباب الان عم يدوروا على بنات ابوهم مرتاح عشان بعد كم سنه لما فلسع الحج نقدر نورث ذورث. فموضوع المالي يعني خطير. وبالعكس كمان دكتور، انا متاكد انه الناس اللي جاوبوا ما بعرفوش قصه واحد بعرفه راح يخطب بنت فابوها طلب كشف حساب منه، هاي قصه حقيقيه. هاي قصه حقيقيه عندنا في البلد، قصه حقيقيه واقعيه مش من محض الخيال ولا من اي فيلم. فعلا هو بحكى له انه انا راتبي كذا كذا، حكى له عمي يعني مو غلط جيب لنا كشف حساب نتاكد اخر سليب راتب جيب لي. يعني اكيد ما اكيد ما جاوبوا ما جاوبوا اكيد يعني بتبين يعني اخلاق الشخص تربيته. احنا يمكن انتهى وقتنا بس بفكر انه في اساسيات. نعم. بتبين. نعم. الاخلاق. نعم. التربيه. الذكي بيلاقي بيقرا بين السطور يعني ولا لا؟ صحيح صحيح. والان قديما كان الاب يروح يسال عن الشاب عشان يعرف يعطي بنته او لا، الان صراحه نسال عن البنت كمان. وأول الجلسة بتبين نوع الأب ونوع الأم ونوع الشاب ونوع البنت، سلوكه، أهله، أهلها، من البداية يبين. وهلأ الصفحة بيجو على الفيسبوك بقدر أكتشف كل الأشياء. إذا عمل دي أكتيفيت، إذا عمل دي أكتيفيت للفيسبوك أو سكر فيسبوك تبعه أو سكرت فيسبوك تبعه، أعرف إنه أعرف إنه أعرف إنه مش لازم. شكرا لك دكتور يزال، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. شكرا هيثم، شرفنا دكتور. أهلا وسهلا. شكرا على المتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى تشوفوا كل جديد.